الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ورضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى كتاب عوارف المعارف، إلى أن قلتم من أخلاق الصوفية ترك المراء والمجادلة والغضب إلا بهج واعتماد الرفق والحلم، وذلك أن النفوس تثبت وتظهر في الممارين. والصوفي كلما رأى نفس صاحبه ظاهرة قابلها بالقلب، وإذا قبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وانتفت الفتنة. قال الله تعالى تعلما لعباده ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا ينزع المراء إلا من نفوس زكية، إن تزع منها الغل، ووجود الغل في النفوس مراء الباطن، وإذا انتزع المراء من الباطن ذهب من الظاهر أيضا. وقد يكون الغل في النفس مع من يشاكله ويماثله لوجود المنافسة، ومن استسقى في تذويب النفس بنار الزهادة في الدنيا ينحمي الغل من باطنه، ولا يبقى عنده منافسة دنيوية في حدود عادلة من جاه ومال. قال الله تعالى في وصف أهل الجنة المتقين: ونزعنا ما في صدورهم من غلين. قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوبهم تلفت بالله وانتفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره فإن تلك قلوب صافية من هواجس النفوذ وظلمات التبعيه، بل كحلت بنور التوفيق فسارت إخوانا. فهكذا قلوب أهل التصوف والمجتمعين على الكلمة الواحدة من التلزم بشروط الطريق والانكباب على الظفر بالتحقيق. والناس رجلان: رجل طالب ما عند الله تعالى ويدعو ما عند الله نفسه وغيره، فما للملحق الصوفي مع هذا منافسة ومراء وغل، فإنه معه في طريق واحد ووجهة واحد وأخوه ومعينه والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ورجل مفتتن بشيء من محبة الجاه والمال والرئاسة ونظر الخلق فما لصوفه ما هذا منافسة، لأنه زهد فيما فيه رغبون. فمن شأن الصوفي أن ينظر إلى مثل هذا نظر رحمة وشفقة، حيث يراه محجوبا مفتتحا فلا ينتوي له على غل ولا يماريه في الظاهر على شيء، لعلمه بظهور نفسه الأمار بالسوء في المراء والمجادلة. أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الهروي قال أخبرنا أبو نصر الترياقي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا زيادة بن أيوب قال حدثنا المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمال أخاك ولا تعد موعدا فتخلفه. وفي الخبر من ترك المراء وهو مبتل بنى له بيت في رياض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى له بيت في وسطها، ومن حسن خلقه بنى له في علاها. والله أعلم. ثم أنتم الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بتأمل المحاسن وذكر
العباد الأحاسن أرباب الصدق مع الرحمن في الظاهر والباطن. ولقد حدثنا الشيخ في هذا عن خلق عظيم كريم من أخلاقهم يترتب عليه قيام الصفاء ودوام طيب المعيشة، فيكون أصحاب هذا الخلق من أطيب الناس عيشا وأهنأهم حياة وأسعدهم مآلا ومآبا. أصحاب هذا الخلق يهنؤون في الحياة بأنواع من العطايا والمصافاة، وفي الآخرة بشؤون التقريب والمدانا. ترك المراء والمجادلة والغضب إلا بحق، فهم من أبعد الناس عن المراءة وعن المجادلات. وإذا أراد الله بعبد خيرا أغلق عنه باب الجدل وفتح له باب العمل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، فيحيى مجادل تتقالبه الأهواء من كل جانب، ويمتلئ غيظا وغلا وحقدا على كل مجانب. وإذا به يجادل عباد الله في النوم واليقظة وحتى في الصلاة، يعيش مجادل 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 مذي، حتى وهو نائم، حتى وهو نائم يرى أنه يؤذي الخلق ويسبهم ويتكلم عليهم ويتربص بمعايبهم، وهذا شغله في القبر شديد، وفي الآخرة كذلك، لأنه شغل نفسه بأذى عباد الله، وأحب الخلق الله أنفعهم لعباده وهذا من أذاهم لعباده. لأن القاعدة من كان عايش في الدنيا مشغول بالخلق فهو في القبر مشغول بالخلق، وهو يوم القيامة مشعور بالخلق. وكذلك من عايش في الدنيا مشغول بنفسه، يكون شغله في القبر بنفسه وشغله في القيامة بنفسه. وكذلك من عايش في الدنيا على أي شغل، قال فمن عاش في الدنيا مشغولا بالله فهو في القبر مشغول بالله، وهو يوم القيامة مشغول بالله تعالى في علاه. فانظر بما تعيش مشتغلا. قال ترك الغضب إلا بحق، إلا بحق، إلا بحق، هذا الذي أشار إليه الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استردي فلم يرضى فهو شيطان. استغضب، انتهكت حرمات الله أمامه بالصراحة، تجرئ على محارم الله، أهين دينه وشريعته بأمر مجمع عليه لا مجال فيه، فلا معنى لترك الغضب هنا ولا معنى للمداراة. ولكن إن عجز عن التغيير فارق المكان وغير بقلبه، ولا يغير بقلبه من يحضر، ولا يغير بقلبه من يرضى، ولا يغير بقلبه من يؤانس الفاعل المنكر، هذا ما غيره بقلبه، يغيره بقلبه. إشارة إلى أن إذا قامت قواعد القلب على وجهها تفضي إلى تغيير المنكر، تؤدي إلى تغييره بطرق ما تعلمها أنت، قلبية معنوية أخرى، غيره، فليغيره بقلبه. فالتغيير بالقلب راجع إلى المنكر نفسه، يغيره، للقلب أثر، يغير المنكر، يغير المنكر، يحوله، ولا يكون إلا باستقامة الغضب من أجل الله تعالى. ولذا تقرؤون في سيرته: يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. وأرسلوا له حبه ابن حبه أسامة بن زيد يقوم يشفع في حد من الحدود، واحدة
من أسرة شريفة سرقت أراد قطع يدها كما أمر الله، قالوا كلمه أنت يا زيد يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع عندي في حد من حدود الله؟ أنا بخالف الوحي الذي نزل علي، بأترك الأمر الرباني. ويحك يا أسامة، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد عادها الله وحاشاها من ذلك لقطعت يدها. يقول رواه كيف الأمر، ترجع يقول قوموا ماذا عملتم بي، تكلم أردنا أكلم رسول الله في أمر ما في كلام، هذا الأمر ما في كلام لأحد، وإلا فقد كان يحب من أصحابه أن يشفعوا فيما تصلح فيه الشفاعة، يقول يريد أفعل الأمر وأخره حتى تشفعوا فتوجروا. وكأنه منهجه بسط شؤون المعروف اللي تتناول الأجزاء الأكثر من المجتمع، ما يخليها محصورة، يحب يوسع رقعة المعروف والإحسان، ندجر حتى يشارك هذا وهذا وهذا فيها، وعمل بده يعمله بيقوم بوحده وانتهى، خلده يتكلم خلده يتكلم، وإذا بها دائرة اتسعت في المشاركة في المعروف، هو يحب هذا صلى الله عليه وسلم. يقول النفوس عند المماراة تثب، تعرف تثب تقفز، تقفز بلا بصر بس حق قفز المجنون، إذا قد جاءت المماراة وجاء الغضب النفوس تعرف اللي يقفز بلا وعي بلا بصر، تقفز النفوس تثب وتظهر في الممارين. والصوفي قد هذب نفسه، كلما رأى نفس صاحبة ظاهرة قابلها بالقلب، وإذا يتكلم بنفس يجد نزل يقول كلمه هذا بقلب يطفي حرارته مثل نار تقابلها بماء ينزل عليها، أما إذا قابلت نفس بنفس ونار تقابلها بحطب تشتعل أكثر، قد كانت مشتعلة وشعلتها زيادة تحط فوقها حطب، لا تقابل النفس بالنفس نار بنار قاعد شعلة كبيرة لا تصيب غيركم حتى بعدين يضرر حتى غيركم بسببها. ولهذا هذا الذي لا يملك نفسه عند الغضب قال كفاه من السوء حالته المزرية، حتى لو حد صور له نفسه وعرضها عليه لاستنكر نفسه، هو يحمر وجهه حقه وعيونه تترفع وفمه يتفتح وحالته ويتسرب بلا بسر، وساعة يدق الأرض وساعة يدق الجدار وساعة يقطع الثياب وساعة يكسر الإناء قدامه حتى المروحة يدقها ويكسر، مجنون عاقل إيش من آدم يقول لو حد صوره قال كيف هذا من هذا يقول يا 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 إيش هذا القباحة، هذه صورة الغضب حقك عند الغضب. فيكفيك هي وحدها لو لم يكن فيها من اللوم والعيب إلا هذا لكفى. المنسوبين إلى التصوف أهل طمأنينة نفوس وسكينة، ما يرضون يقابلون النفس بالنفس، وإذا جاءت نفس ملتهبة قابلوها بالقلب، يصير مقابلة نار بماء، إذا قابلوها بالقلب ذهبت الوحشة وانطفأت الفتنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله ما شفت الذي سب سيدنا زين العابدين رجع يقول له لك حاجة نقضيها، في موقف قال هذا ما تعلمه فينا وما ستره الله أكثر، قال لك من حاجة فنقضيها، تأثر الثاني قال إلا غرونا بمال عشان أسبكم، فعل قال اسكت ساكت، قال عفوا قال قد عفونا عنك خذ المال وروح لا تذكر أحد خلاص. ها هذه القلوب، هكذا القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اقتدون به عليه الصلاة والسلام، قال لا ينزع المراء إلا من نفوس زكية انتزع منها الغل، وما دام النفس في حقها الوسخ ما تسلم من المراء، يصبر شوية شوية إذا حصل الفرصة فتك، لأنه من داخل. إيش هو قال؟ قال لك الغل في القلب مراء باطل،
مرأة هو مرأة هو أصلا هو مرأة وجدال إلا باطني. وإذا مرأة الباطني موجود لابد في الظاهر ما يوجد، كيف أصل فيه؟ كتب الظاهر تبع الباطن. لكن إذا انتزع من القلب ما عاد غل، ما عاد شغل، ما عاد حقد، ما عاد حسد في القلب أصلا، وإيش اللي بيحركك في المرأة الظاهر عاد؟ والباطن المادة حقه منزوعة خلاص غير موجودة، المادة حقه قد انتزعت، مادة المرأة، مادة المرأة والجدال غل الباطن، حقده حسده كبره تربصه، هذا هو المادة حقه. ولهذا يقول وجود الغل في النفوس مراء الباطن، هذا هو مراء الباطن. الله. وإذا انتزع المراء من الباطن ذهب من الظاهر أيضا. لذا تجد الناطقين بالحكمة خواطرهم كلها الباطنة كريمة، يقول لي حكيمة، لأنه يعدون كلام، هم يعدون الخواطر كلام مثل كلام الظاهر، فحسن كلامهم في الباطن فظهرت الجواهر على ألسنهم في الظاهر. وهذا يقول تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه، من قلبه أول حلت هناك في القلب، القلب فيه حكمة ماشي فيه استقرار لخواطر سوء بأي معانيها ما تحوم حوله، هذا القلب ملان حكمة يظهر منه على اللسان الحكمة. قال قد يكون الغل في النفس مع من يشاكله ويماثله في نفس المذهب في نفس الطريقة لوجود المنافسة، ومن استقصى في تذويب النفس بنار الزهادة في الدنيا ينمح الغل من باطنه ولا يبقى عنده منافسة دنيوية في حظ عاجل من جاه ومال، فنحتاج إلى تربية قوية كثيرة حتى ينتزع هذا الغل من الباطن، وبأنوار الزهادة تنمحي الرغبات في المظاهر والجاهات. وإلا أي واحد حتى في أصغر وظيفة وظفته نفسه تبغى أي معنى من معاني التأمر، أي معنى من معاني التسلط، لو خليته حتى حارس ولا فراش وإذا كناس هذا البيت تبغى تسلط، ومن بعد هذا من هنا من دخل هذا هنا ما صلحوه إلا كناس، ولكنه واحد من نفوس الناس، من النفوس نفوس الناس، ناس هذا بغى تأمر حوله تلبلادي إن الله ونراجعون شما شوف انت لا وظيفتك محصورة ومعلومة، وخلي الأمارات هذا وخلاص أي وظيفة توظيفه فيها أي مكان تحطه فيه غايب صوت يده، هذا ما قال لي وذا ما جال عندي وذا ما دريت به، ومن قال لك ما هو أنا مسؤوليتي هذا لا ما هو أنا عندي أنا لله عندي ومسؤوليتي، وحول نفسه أمير الأمراء في العالم. إيه صبر شوي ما هو هكذا، ما هو هكذا يعيب عليك بعض أشياء بحصل، حتى اللي ولاه هذه الوظيفة هم يدخل فيها اللي ولاه، وهو قال لابد لابد عبري ومن ذلك ما حد رباه مسكين، نفس حقه داخل فيها شيء كثير بغى تحدث فيها، ما عاد يجي هذا ما عاد يجي هذا يعرف الله جزاك الله خير أحسن الله إليك. أنا بجيب لك الخبر ذا الحين يقول لك الناس رجلان قدامك، واحد يدعو إلى نفسه وغيره إلى ما عند الله صافي مصفى، هذا عونك بتنافسه على إيش؟ حيابك ويا مرحبا على العين والرأس جزاك الله خير يدي في يدك فضل. والثاني صاحب جاه صاحب عدو مفتون بالمظاهر، هذا اللي أنت ترغب فيه هو زاهد فيه، هو زاهد فيه ولا بتنافسه على إيش؟ واللي هو اسمه راغب فيه أنت زاهد فيه أصلا، أنت ما تريد هذا، فماش محل المنافسة إلا ترثاه وتترقب تقدر تفيده ولا تنقذه من هذا الحال ولا خلاص. أما المنافسة ما لها داعي، تنافس واحد زهد فيما رغبت أنت فيه أصلا، اللي أنت راغب فيه ما هو حوله خلاص روح لك، أنت تريد الله وهذا ما هو حوله خلاص، ترثاه أحسن، ترثاه وتترقب فرصات خليه يرغب في ذا البضاعة. فإذا رغب معك في البضاعة الغالية فصار عون وأخ، هكذا يقول الله يوفقنا وينظر إلينا. قال
شوف كيف وصف أهل الجنة، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر، وعجل هذا أو معاني كبيرة من هذا للصادقين وهم في الدنيا، وهم في الدنيا عجل لهم هذا. لما رجع الحبيب بكر بن شهاب من دراسة في سيون، راح يقرأ عند جماعة من العلماء هناك، كان فيهم الحبيب عبد الرحمن بن علي، وفيهم الحبيب علي الحبشي، وفيهم الحبيب محسن بن علوي السقاف، وجماعة من شيوخ الحبيب علي ومن أقران. رجع قال له بعض أهل تريم: كيف وجدت العلماء فلان وفلان فلان في سيون؟ قال: وجدتهم كما قال الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا وعدهم في الدنيا، هذا وعدهم في الدنيا، وهكذا الصادقون وعدهم في الدنيا، قدهم إخوان على سرر متقابلين، ماشي غل من داخل الله، كحال الصادقين، حال سادتنا الصحابة وكثير من الصادقين الأولياء. حتى قال بعضهم: لولا الإخوان في الله ما أحببت البقاء في الدنيا. هذا يجد روح ونعيم المؤاخاة في الله مع إخواني في الله تبارك وتعالى وهم في الدنيا. هؤلاء نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عاد السرور يتقابلون عليها في الدنيا هي الأسس لسرور الجنة، الأسس هذه الأسس والأصول، هذه فروع. شوف الأسرة من ذهب، من فضة، من زمرد، من زبرجد، من ياقوت، من مرجان، اللي في الجنة فروع، فروع يجلسون هنا على أصولها. سرر المعرفة بالله، سرر المصافاة من الله، سرر المطالعة لجمال الحق. إيش هذا السرور يجلسوا عليها؟ هذه الأصول، فروعها بعدين في الجنة زمرد وزبرجد وياقوت ومرجان ولولو وذهب وفضة، هذه الفروع. لكن هذه الأصول، هذه الأسس لتلك على سرر متقابلين عليهم رضوان الله تعالى. عسى الله يحيي فينا حقائقهم هذه، ويجعلنا إخوانا من زعي ما في الغل، من ما في الصدور من غل إن شاء الله، ونتقابل على سرر الهنا والصفاء والمعرفة والتقوى والإنابة والخلاف عن الله تعالى في أرضه على خير الوجوه إن شاء الله، كما تقابلت أرواح وقلوب الأصفياء والأتقياء والأوفياء. يا خير مسؤول وأكرم مأمول، دعوناك فاستجب لنا بوجاهة حبيبك الرسول ومنزلته لديك، يا بر يا وصول يا أرحم الراحمين. نزعنا ما في صدورهم من غل. يقول أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب تلفت بالله واتفقت على محبته واجتمعت على مودته وأنست بذكره؟ منين بيجي الغل فيها؟ فإن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبايع كحلت بنور التوفيق فصارت إخوانا. يا موفق، يا موفق وفقنا، يا موفق وفقنا، يا موفق وفقنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. شفتوا الأخوين هذول اللي راحوا إلى حمراء الأسد؟ قال: أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ قال: أتفوتنا غزوة مع رسول الله يا أخي؟ قال: لا تفوتنا. قال: لا تفوتنا، كيف نصنع؟ قال: بالجروح، إذا نمشي كفاء ما نلحق. قال: هيا، إذا جروح أكثر. قال: اسمع، إذا جروح أكثر ساعة بحملك وساعة تمشي. يحمل أخوه يمشي يمشي، ما ينزله يمشي قليل، رجع ثاني مرة يحمله، وهكذا يمشون في الطريق. وبعد قال له: نأمر واحدنا؟ قال: مرحبا. قال: أنت الأمير، واحد معه عارف صالح والثاني معه رفيقه. قال: مرحبا، أنا الأمير. بسم الله مشوا ينزلوا. قام مرض هذا فجعل يداوي يعالجه، يقول: وأبا عمك؟ يقول: لا، محلك جلس. وأنا بقول: بقول أنا الأمير. قال: أنت الأمير، جلس محلك. يروح يجيب له الأكل، يجيب له الحاجة، يقول: تعال احملك. قال: لا، هذا من الأمير؟ أنت ما تقول لي أنا أمير؟ طلع طلع فوق داري، أمشي، امتثل الأمر الأمير. يحمله على دار. قال: فوددت أني قلت له كل شيء، ولا قلت له أنت أمير. أحرجنا من أخلاقه.
يحملنا ويغسلنا ويقرب أكلي ويداوينا ويومه الأمين. هذا يصلح الإمارة. شفت الإمارة كيف إيش كيف قابل الإمارة وإيش عمل بها؟ هؤلاء هم الأمراء سواء. ما هو كما الثانيين هذا. وكثير منهم بعضهم حتى جاءوا بهم شغالين في بعض البيوت وبعضهم في بعض الشركات، واتسعت عنده نفسه وغلها وكبر كبر لما فكر كيف يشل هو الكل وكيف يصلح حيلة على صاحب راس المال ولا على صاحب البيت. وصلحوا حوادث وصلحوا أشياء كثير. هذا نفوس البشر، نفوس البشر. يا ويل من لم يزكي نفسه وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عسى الله يقيد لنا من يربي نفوسنا يزكيها ويصفيها. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. عدي الله بسط لنا ذا البساط وجعلنا نتجالس نتذاكر في أخلاق هؤلاء القوم وسيرهم، متعرضين لرحمة منه ورافة. وهذا وسيلة قوية من وسائل التزكية والتنقية والتربية. الله لا يحرمنا خيرها ولا بركتها ولا سرها ولا ما فيها من النور، ونحصل نصيبا إن شاء الله من التزكية ومن التربية ومن التنقية ومن التوفيق. يا ولي التوفيق، يا ولي التوفيق. قال الناس رجلان، طالب ما عند الله ويدعو إلى ما عند الله نفسه وغيره. فأنت هذا أخوك ومعينك وبنيان لك يشد بعضه بعض افرح به. وثاني مفتتن بشيء من محبة المال والجاه والرئاسة ونظر الخلق، مفتتن بنظر الخلق. هذا مسكين، فإيش مالك؟ ما معك منافس وبتنافسه على هذا الوسخ؟ لا تنافس، روح زهد. فمن شأنك تنظر إليه نظر رحمة وشفقة لأنه محجوب مفتون مسكين، فتسأل الله يعافيه ويخلصه مما هو فيه. لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، عند الترمذي وغيره. من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسطها، من حسن خلقه بنى الله له بيتا في أعلاها. يقول رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، من ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، من حسن خلقه بني له في أعلاها. قال الترمذي حديث أحسن. وعند أبي داود يقول النبي إيش: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء كذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شايفت كيف؟ فالأعلى لمن حسن أخلاقه، هذا صاحب حسن الخلق هو فوق. ولكن تارك المراء الاعتراض على الغير وإظهار الخلل في كلامه، تارك المراء إن كان حتى مبطل له بيت في ربض الجنة في أسفله، فإن كان هو محق في وسط الجنة، فإن كان فوق ذلك حسن خلقه. مش ترك المراء بس، ترك المراء وأحسن عاد لما سأل، ولا سب ولا تكلم ولا اغتاب، وأحسن إذا من أسأله طلع على فوق في أعلى الجنة. والرواية الثانية النبي يقول في كفالتي أنا ضمين، أنا زعيم ببيت، يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، زعيم ببيت في وسط الجنة. يقول وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لو حسنت أخلاقك الضمانة حق محمد تحصلها في القيامة قدامك على طول. من بيضمن في القيامة حتى غير المقربين وغير هذا؟ قل يسمع لقولك، ويقال محكمة القيامة تقول له قل يسمع لقولك، سل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. وهو يقول لك عندي الضمانة، حسن خلقك وتعال عندي بعدين. اللهم سل نعم الضمين، وهذا بتحصل حد أحسن منه يضمن. سمعت. ولذلك لما رجع من الجهاد سيدنا عبد الله بن أنيس وفرق الفتنة اللي قام بها بن نبيح وجماعته، رجع استاذن على النبي، دخل أفلح الوجه، يقول صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه،
قتلتها؟ قال نعم قتلت رسوله كذا 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 كذا. وتفرقوا، خرج له عصا قال خذ هذا ولا تعطيها أحد، حمله وخرج. الصحابة متلهفين على أخبار النبوة وأحوال الحبيب ما يقول وما يفعل وما يقايس به الأمور وما يرشد. مسكوا عبد الله، ماذا قلت للنبي؟ ماذا قال لك؟ أعطانا هذا. قال لي ليش أعطاك إياه؟ قال لك ما تعطيها أحد. قال ما أدري. قال ما تدري؟ لا تسأله. رجع يستاذن على النبي، دخل لما أعطيتني رسول الله هذا؟ قال آية تكون بيني وبينك يوم القيامة، آية تكون بيني وبينك يوم القيامة. قال تجيبها في القيامة. خرج قال لي آية تكون بيني وبينه يوم القيامة، شلها ربطها بالقوس حقه وصار يغزو بها ويمشي بها ويسافر بها ويقيم بها، أوصى إذا مت فجعلوها بين جلدي وكفني، مات وحطوها فالقيامة بيجي يجيبها. لا عند الحبيب يروي العلامة اللي بينه وبينه ويحصل الكرامة، يحصل الكرامة من وسيع الجاه مسموع القول عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انت خذ ضمانته، ترك المراء، حسن خلقكم، بغيت ربط الجنة وبغيت وسطها وبغيت على بضمانة نبوية. أنا زعيمنا ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة إن كان محقا. قروا. وبه إليه قال أخبرنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي بسنده إلى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله تعالى جهنم. انظر كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المماراة مع السفهاء سببا لدخول النار، وذلك لظهور نفوس في طلب القهر والغلبة، والقهر والغلبة من صفات الشيطنة في الآدمي. قال بعضهم المجادل المماري يضع في نفسه عند الخوض في الجدال أن لا يقنع بشيء، ومن لا يقنع إلا بأن لا يقنع فما إلى قناعته سبيل. فنفس الصوفي تبدلت صفاتها وذهب عنه صفة الشيطنة والسبعية وتبدل باللين والرذ والسهولة والطمانينة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شرط الإسلام سلامة القلب واللسان. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقوم وهم يجذبون حجرا، قال ما هذا؟ قالوا هذا حجر الأشداء. قال ألا أخبركم بأشد من هذا؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه فكلمه. وروي أنه جاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة، فقال أبو ذر من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال أنا. قال ولم فعلت ذلك؟ قال عمدا فعلت. قال ولم؟ قال أغيظك فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر لأغيظن من حظك على غيظي فأعتقى. هكذا يقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يجذبون حجر كبير شديد، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا حجر الأشدة يا رسول الله أقويا. قال ألا أخبركم بأشد من هذا؟ رجل كان بينه وبين أخيه غضب فأتاه فغلب شيطانه وشيطان أخيه وكلمه، غلب شيطانه وشيطان الثاني كلم وشيطان ثورهم غضبهم وجعل بينهم. وإذا ترك هذا كله لا يا أخي العفو منك سامحنا، لا 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 الله يحفظك الله سامحنا. ذاك يغضب يزعل وذا يقول له لو كلم، ولا كل واحد معرض عن ثاني ما بيكلم الثاني. فجاء غلب شيطانه وشيطان أخوه، خلبوهم كلهم يزعلون منه شياطين. قال هذا أقوى. لهذا سمعت قصة سيدنا أبو ذر ومعه غلمان، واحد مملوك منهم جاء لا رجل شاح من الشياط قام كسر الرجل
ما له معنى تصرف يكسر رجل شاه كذا بلا سبب. جاء سيدنا ابن مسعود قال من كسر رجل هذه شاه؟ قال أنا الغلام ده. قال أنا عادوا بهذه الصورة النفرزة اللي يبعث. قال له لما فعل ذلك؟ كأنه هذا مربى ذا حصل سير تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. بودر قال لما فعل هذا؟ قال عمدا فعلت متعمد أنا كثرت. خلاص يضبح له واحد ثاني يقول عادوا بهذه الصورة قدامي يقول كذا. قال لما وليش تعمد هذا فعلته؟ قال أغيظك تضربني تاثم أنت عليك الإثم دوك وتزيد علي في الضرب وتحصل لك إثم. قال قصدك هكذا؟ لأغيظن من حضك على غيظي. قال ذا الذي حرضك على غيظي وأراد أنك تغيظنا بأغيظنا ذا الحين وأخذ حقي منه. أعتقتك لوجه الله أنت حر. أكرمه وأعتقه أنت حر. الشيطان لغراك به من شان تغيظنا أنا بأغيظه بنفسه خلبه يغضب. هذا عاقل مربى. هو لو ما لقي النبي ما بيصلح كذا أبو ذر. هو بشر هو واحد كمان البشر كمان بنفسه. لكن حسن مزكي رجع شيء ثاني. لا عامة القادة الكبار ذول يضرب لهم المثل المشهور ذكرهم في السماء من الصحابة كانوا أعراب وجفاه وقساة أكثرهم. لكن حصلوا مزكي لما حصلوا الحبيب. فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه ومن أجل عين تكرم ألف عين تكرم مدينة. أكرموا كلهم وصاروا قمة في الإنسانية قمة في الكرامة قمة في الزكاة قمة في الشرف قمة في قيادة البشر. تأهلوا لقيادة البشر لما زكاهم خير البشر. اللهم صل على وعلى قرأ جميل. سنده من متصل إلى الإمام مر بن محمد السهروردي الآن قال وروى الأصمعي عن أعرابي قال إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشدوا فخالف أقربهما إلى هواك فإن أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهواء. أخبرنا أبو زرعة عن أبي أبي الفضيل بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية والحكم بالحق عند الغضب والرضا والاقتصاد عند الفقر والغنى. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالحكم بالحق عند الغضب والرضا لا يصح إلا من عالم رباني أمير على النفس يصرفها بعقل حاضر وقلب يقضان ونظر إلى الله بحسن الاحتساب. وقيل أنهم كانوا يتوضؤون عن أذى المسلم ويقول بعضهم لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين الحدث حدثان حدث من فرجك وحدث من فيك. فلا يحل حبوة الوقار والحلم إلا الغضب ويخرج عن حد العدل إلى العدوان بتجاوز الحد. فبالغضب يتحرك دم القلب. فإن كان الغضب على من فوقه ممن يعجز عن إنفاذ الغضب فيه ذهب الدم من ظاهر الجلد واجتمع في القلب ويصير منه الهم والحزن والكمد. ولا ينطوي الصوفي على مثل هذا لأنه يرى الحوادث والأعراض من الله تعالى فلا ينكمد ولا يغتم. والصوفي صاحب الرضا فصاحب الروح والراحة. والنبي صلى الله عليه وآله صاحب الرضا الصوفي صاحب الرضا فصاحب الروح والراحة والصوفي صاحب الرضا فصاحب الروح والراحة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن الهم والحزن في الشك والسخط. سئل عبد الله بن عباس عن الغم والغضب فقال مخرجهما واحد واللفظ يختلف.
فمن نازع من يقوى عليه أضمره غضبا، ومن نازع من لا يقوى عليه كتمه حزنا. الحرد غضب أيضا، والحرد غضب أيضا، ولكن يستعمل إذا قصد المغضوب عليه. وإن كان الغضب على من يشاكله ويماثله ممن يتردد في الانتقام منه، يتردد دم القلب بين الانقباض والانبساط، فيتولد منه الغيظ والحقد. فيتولد منه الغل والحقد ولا يأوي مثل هذا إلا قلب الصوفي. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وصلابة قلب الصوفي وحاله يقذف زبد الغل والحقد كما يقذف البحر الزبد، لما فيه من تلاطم أمواج الأنس والهيبة. وإن كان الغضب على من دونه ممن يقدر على الانتقام منه ثار دم القلب، والقلب إذا ثار دمه يحم ويبسو ويتصلب ويذهب عنه الرقة والبياض، ويذهب عنه الرقة والبياض، ومنه تحمر الوجنتان، لأن الدم في القلب ثار وطلب الاستعلاء. وانتفخت منه العروق فظهر عكسه وأثره على الخد، فيتعدى الحدود حينئذ بالضرب والشتم. ولا يكون هذا في الصوفي إلا عند هتك الحرمات والغضب لله تعالى. فأما في غير ذلك فينظر الصوفي عند الغضب إلى الله تعالى ثم تقواه يحمله على أن يزن حركته وقوله بميزان الشرع والعدل، ويتهم النفس بعدم الرضا بالقضاء. قيل لبعضهم: من أقهر الناس لنفسي؟ قال: أرضاهم بالمقدور. وقال بعضهم: أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القضاء. فإذا اتهم الصوفي النفس عند الغضب يتداركه العلم، وإذا لاح علم العلم قوي القلب وسكنت النفس وعاد دم القلب إلى مواضعه ومقاره، واعتدل الحال وغاضت حمرة الخد وبانت فضيلة العلم. قال عليه السلام: السمت الحسن والتوأدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وروى جارية بن قدامة قال: قلت يا رسول الله أوصني وقل لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فعاد عليه كل ذلك يقول: لا تغضب. وقال عليه السلام: إن الغضب جمرة من النار، ألم ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ ومن وجد ذلك منكم فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. أخبرنا ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله تعالى: الحلم والأناة. الله أعلم. قربنا وإياكم زلفى إليه، جعلنا في الحاضرين بين يديه، أسعدنا وإياكم بقربه، سقانا وإياكم من شربه، أثبتنا جميعا في حزبه، ألحقنا بأهله وصحبه، حببنا إليه، زادنا محبة نبيه، تولانا به ورعانا به ونصرنا به وحمانا به وغفر لنا به، وكان لنا به في شؤوننا كلها ظاهر وباطن في الدنيا والبرزخ والآخرة. جعلنا من أسعد أمته برؤيته، ومن أسعد أمته بمتابعته، أسعد أمته بنصرته، ومن أسعد أمته بشفاعته، ومن أسعد أمته بمرافقته، ومن أسعد أمته بمسامرته، ومن أسعد أمته بمكالمته، ومن أسعد أمته بمخاطبته، ومن أسعد أمته بفهم إشارته في خير لطف وعافية، مع التمكين المكين. وقانا وياكم الأسوأ كلها، وصلحنا لكم المسلمين الأحوال والشؤون كلها، سبنا بالحسن وراضنا عنا بلطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.